هاي، إدارة السكري مش بس عن الدايت والرياضة، في مكملات طبيعية ممكن تدعم تحسين حساسية الأنسولين وتنظم السكر بالدم. بس شو الأفضل والأكثر فعالية؟ خلونا نشوف. أول شغلة لازم نعرفها، المكملات مش بديل عن الأدوية أو عن نمط حياة صحي، بس فيها تكون إضافة قوية إذا استخدمناها بطريقة صحيحة وتحت إشراف طبي. أقوى المكملات لتنظيم سكر الدم هن: 1. البربرين. البربرين من أكثر المكملات المدروسة لتنظيم السكر، بيجي من نباتات مثل خام الذهب والبربريز وبيشتغل على كذا مستوى، بيزيد حساسية الأنسولين، بيساعد الخلايا تمتص الجلوكوز، بخفف إنتاج السكر من الكبد، والدراسات بتقول إنه ممكن يكون فعال مثل بعض أدوية السكري. 2. القرفة. القرفة خاصة قرفة السيلين معروف إنها بتحسن حساسية الأنسولين وبتخفف السكر الصايم، مركباتها بتشتغل مثل الأنسولين وبتساعد الخلايا تمتص الجلوكوز بطريقة أحسن. 3. المغنيسيوم. كتير من مرضى السكري عندهم نقص بالمغنيسيوم، وهيدا الشيء بأثر على استجابة الجسم للأنسولين. المغنيسيوم مش بس مهم لتنظيم السكر، كمان بيدعم صحة القلب وبيخفف من خطر المضاعفات. 4. الجينسن الأمريكي. إذا كنت بتعاني من ارتفاع السكر بعد الأكل، الجينسن ممكن يساعد، بيدعم استجابة الخلايا للأنسولين وبيزيد إفراز الأنسولين بعد الوجبات، كمان بقلل التوتر يلي أصلاً بأثر على مستويات السكر. 5. حمض الألفا ليبويك، يعني ألفا ليبويك أسيد، هيدا مضاد أكسدة قوي، بيدعم استقلاب الجلوكوز، بيساعد على تقليل السكر الصايم ومستويات الأشبية أسيد، وكمان بقلل الأضرار التأكسدية يلي هي سبب رئيسي للمضاعفات عند مرضى السكري. 6. البروبيوتيك. صحة الأمعاء مرتبطة مباشرة بمستوى السكر بالدم. البروبيوتيك بيساعد على إعادة توازن البكتيريا النافعة وبيخفف الالتهابات المرتبطة بالسكري. من أهم السلالات المفيدة هن اللاكتوباسيلوس والبيفيدوبكتيريوم. فيتامين دي. نقص الفيتامين دي شائع عند مرضى السكري ومرتبط بمقاومة الأنسولين. مكملات فيتامين دي تساعد على تحسين حساسية الأنسولين وبتقلل الالتهابات. 8. خل التفاح. خل التفاح مكمل بسيط بس فعال، إذا أخذته قبل الأكل أو مع الوجبة بيساعد على تقليل ارتفاع السكر لأنه بحسن حساسية الأنسولين وبيبطئ امتصاص الكربوهيدرات. إذا بدك تاخد مكملات ضروري تنتبه على هالنقاط: تأكد من جودة المنتج واشتري من مصادر موثوقة، التزم بالجرعات الموصى فيها وراقب مستويات السكر لما تبلش أي مكمل جديد، استشير طبيبك قبل ما تضيف أي شي جديد لروتينك. المكملات الطبيعية ممكن تكون إضافة قوية لإدارة السكري، بس لازم نعرف إنه السكري منه مجرد ارتفاع بالسكر. إذا ركزنا على المكملات بس من دون اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات ما رح نوصل للنتائج المطلوبة. رجيم الكيتو مع تقليل الكربوهيدرات هو أسلوب حياة فعال لمساعدة الجسم على تنظيم السكر وتحسين حساسية الأنسولين. إذا بدك تعرف أكثر كيف تبلش كيتو، شوف هيدا الفيديو.